اهلا بكم من جديد ونناقش نهايه اليوم الثالث. ساعه دلوقتي 8 وثلث يا جماعه، خلاص يعني احنا بنتكلم في ادي نص ساعه تقريبا، ويعني بالظبط دقائق قليله جدا، اكتر من نص ساعه وينتهي اليوم الثالث واليوم الاخير اللي منزل اللي ما نزلش ينزل اللي ما نزلش ينزل، خلاص فاضل وقت قليل جدا. خلونا يعني نرحب بضيوفنا الدكتور اسامه الغزالي حرب رئيس مجلس امناء المصريين الاحرار، والاستاذ حافظ ابو سعده رئيس المنظمه المصريه لحقوق الانسان. دكتور اسامه، خليني ابتدي بان انا بسال حضرتك إيه تقييمك للثلاث ايام للعمليه الانتخابيه كلها؟ انا الحقيقه يعني اشعر بالضيق وبالحزن. ليه بس؟ وبالغيظ يمكن. بالغيظ. ليه بقى؟ لان اتخلق وهم انا مش عارف مين المسؤول عنه، انه ما حصلش اقبال على الانتخابات، ان الشعب المصري بيقاطع ودينا فرصه. لا، ده المقاطعون. لا مش المقاطع، يعني ان الانتخابات الاقبال عليها ضعيف، هذا كلام فارغ. ببساطة شديدة ما حصلش كده. نسبة الانتخابات المسجلة كام لغاية دلوقتي؟ حوالي حاجة 20 28 29% 30%، حاجة زي كده. أنا قبل ما أجي على طول، لا احنا حقيقة واصلين قرب ال 50% دلوقتي. كويس. أنا لا مش بص يا حاجة. أنا دلوقتي هقرا لك من موقع البي بي سي بتاريخ، أي واحد ممكن يخش عليها يعني من القراء من المستمعين أو المشاهدين، بتاريخ 22 إبريل 2012 عن انتخابات الرئاسة الفرنسية اللي تمت في إبريل 2012. أفادت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة تصويت الناخبين المشاركين في الدورة الأولى بلغت حتى ظهر الأحد اللي هو الأحد اللي في ساعتها يعني 28 و29%، يعني حوالي قولي 29%، أي أقل بقليل من نسبة 31.2% في انتخابات عام 2007. هي دي النسب اللي موجودة في الدنيا كلها، 28-30% أكبر انتخابات بيتم فيها إقبال رئاسية، بيتم فيها إقبال وحشد وظروف خاصة جدا من 40 و45% بتحصل في الانتخابات الأمريكية. ودي حالة، ودي حالة مستقرة. لا مش كده، ودي حالة وحالة خاصة جدا، إن في أوروبا، في فرنسا، في ألمانيا، في الديمقراطية الغربية النسبة بتاعة المشاركة بتكون حوالي 30% أواخر العشرينات، أوائل العشرينات، يوم ما تتعدى مثلا 35% بتبقى حاجة ملفتة. إذا في الحقيقة احنا بنتكلم عن معدلات عادية دولية معترف بها، ولا تمثل على الإطلاق أي نوع من العزوف أو أي نوع من عدم المشاركة أو ضعف على الإطلاق. هي دي المعدلات في الدنيا كلها. بس أستاذ حافظ، يعني ربما طبعا الدكتور معاه حق في هذه إن هذه النسب الدولية، لكن في ظروف زي ظرفنا حيث يتربص بنا العالم، حيث نحاول أن نقارن بانتخابات رئاسية ماضية، حيث دايما عندنا إحساس إن احنا نريد أن نؤكد شرعية 30 يونيو، نريد أن نؤكد إن الملايين اللي نزلت دي هي الملايين اللي هتكون موجودة أمام الصناديق، يعني هل ده ربما اللي خلانا دايما عندنا طموح أكبر، عندنا أمل إن احنا نصل إلى رقم؟ أنا شخصيا كنت عايز أوصل للرقم 50%، وده كان التارجت اللي بحاول يعني أو أصل إليه. ممكن أكون مخطئة، يعني ممكن أكون مبالغة في هذا الرقم، رأي حضرتك؟ أنا تقديري إنه ممكن الرقمين اللي يتقارنوا بصراحة هو رقم ما يحصل عليه المرشح الفائز. يعني ده الرقمين اللي ممكن نقارن بيهم. ده فائز ب 13,000 وده فائز مثلا ب 18,000 او 15,000 او 16,000 وهكذا. انما المشاركه دي بتاعه الناس، لانه كمان احنا بنشتغل في ظروف، في عندنا جماعه الاخوان مقاطعه وده رقم، عندنا بعض شباب الثوره والتنظيمات الثوريه مقاطعين، وبالتالي نسبتهم ضعيفه. بس اقول التصويت عموما التصويت ضعيف. بس في كل الاحوال عندي الظروف ديت، وعندنا مشاركه متجربه. انا رايي مش ما عندناش، مش على راسنا بطحه، احنا في الدستور جايبين 21 مليون وبالتالي فكره ان هناك تأييد شعبي لخارطه الطريق والانتخابات ده موجوده. بس اعتقد ان احنا تحت هذا الضغط ممكن يبقى عندنا يعني نخلق مشاكل من ما فيش. لسه يعني اليوم الزياده اليوم الزياده ده ممكن يبقى مشكله، وده مهم جدا. يعني ليه شايف اليوم الزياده مشكله؟ لانه كل نظم الانتخابات في العالم، احنا اللجنه العليا للانتخابات كانت عامله جهد مهم جدا وشغل جيد، وفتحنا الباب للمنظمات الدوليه والمنظمات الاقليميه، وجت كل الانتخابات في العالم في سكادول، في تايم تيبل، في جدول زمني محدد قبل الانتخابات، يحترم لاخر لحظه.
الا باستثناءات قليله لو حصل. احنا مدينا للمصريين في الخارج. ما هو انا كنت متحفظ على ده برضو، لان انا رايي انه لازم يبقى دي قواعد تنظيميه في العالم كله متعارف عليها. انت عندك في امريكا مثلا عارفه يوم بكتير اليوم اللي هيحلف فيه اليمين الرئيس. الصحافه الاجنبيه دكتور اعترضت فعلا على اليوم الثالث واعتبرت انه في بانيك في الحكومه المصريه. طبعا ولذلك مدت اليوم الثالث. احنا اللي خلقنا هذه الكارثه بدون مبرر على الاطلاق. اولا هم متنمرين وعايزين لو قلنا اي حاجه خاطئه، وعارفين احنا الحمله الهائله اللي علينا، ودينا لهم ببساطه شديده طعم سائغ جدا. والصحافه الاجنبيه والاله الدعائيه الاخوانيه اللي اكتشفنا انها هائله في اوروبا وامريكا، وقنوات الجزيره واللخبطه دي كلها، واحنا اللي خلقنا هذه المشكله. ومع ذلك هذه ندبه المشاركه نتيجة أي تحليل موضوعي نتيجة مشرفة ومحترمة جدا ومتسقة مع المعدلات الدولية مع كل حاجة. هل ربما يكون كمان من الأشياء التي يجب أن نفخر بها هي نزاهة هذه العملية؟ يعني مش بلا شك طبعا، ما دي مسألة لم تطرح أصلا، ما حد جاب سيرتها. إحنا يا جماعة عملنا انتخابات بدون سكر وزيت ولا تدخل. أيوة لا طبعا 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 كل أشكال التزوير التي كانت متبعة طبعا من قبل الثورة موجودة. لا خالص مش موجودة. اللي هي التقفيل اللجان وتسويد البطاقات والبطاقة الدوارة والرشوة الانتخابية واستخدام المجلس، كل ده مش موجود بصراحة يعني. فبالتالي دي كلها عناصر إيجابية في العملية الانتخابية تحت إشراف دولي. خد بالك دي نقطة جوهرية ومهمة، لأن احنا كنا بنعتبر الدولة المصرية بتعتبر انه مجرد وجود منظمات دولية او منظمات إقليمية تدخل في السيادة المصرية. صحيح. احنا دلوقتي متفقين مع المعايير الإعلان العالمي للمراقبين الدوليين الصادر عن الأمم المتحدة في 2005 اللي قال منظمات محلية ومنظمات دولية احد معايير ديمقراطية الانتخابات انها تراقب العمليه الانتخابيه. بالظبط. دكتور ايضا عدم تدخل الدين في الانتخابات دي المره الوحيده طبعا في مصر من سنه كام يا دكتور؟ نقول من 2005 من زمان. لا بكثير. لا طبعا اللي ما فيهوش اطلع طبعاً. اللي ده حرام وده حلال. هذا انجاز عظيم بالتاكيد. في قفزه بتحصل لابد ان احنا نعترف بيها. احد برضو الاسباب المشكله اللي حصلت انه احنا تصورنا ان ال 40 مليون اللي نزلوا في يؤيدوا السيسي والملايين اللي نزلت في المظاهرات هي تروح الانتخابات. نزول الانتخاب حاجه والمظاهره والمظاهره حاجه والانتخاب حاجه ثانيه خالص. في المظاهره بتنزلي وبتوقف وبتاخد بعضك وتروحي، انما في الانتخاب بتوقف في الطابور ساعتين وثلاثه وفي الشمس ووضع مختلف خالص. يعني اللي في الانتخابات في المظاهرات بينزل اطفال وشباب وعيال وناس مالهاش في البتاع. يعني القياس مع الفارق. احنا حطينا مأزق وصنعنا نفسنا بيه وبعدين ودينا انطباع وحش وبالتالي ادينا طعم سائغ لناس متربصه بينا في الخارج. بمناسبه التربص خلينا نشوف بعض الصحف الاجنبيه النهارده قالت ايه. لو معانا يا جماعه الجرايد لو سمحتوا. يعني انا مش عارفه اقرا قوي. لا لا مش باين طبعا حاجة. لا مش باينه خالص كده. انتوا عاملين لها سكاننج. بي بي سي نيوز بس لكن معظم الصحافه الاجنبيه تحدثت عن اليوم انه برغم انها جايبه طوابير لكن بتتكلم على ضعف اقبال وبتتكلم ان مصر مدت ليوم ثالث قلقا من ضعف الاقبال. يعني احنا اللي صدرنا هذا الكلام كله من الاخر كده. طيب النهارده حمدين صباحي القى كلمه ل كل العاملين معه في حملته وشباب حملته واكد انه لن ينسحب. نسمع جزء من كلمه حمدين وبعد كده الاساتذه ممكن يعلقوا عليه. الرحمن الرحيم وما النصر الا من عند الله. كلمتي لشركائي لعزوتي ومصدر فخري اعضاء حملتي اللي ادوني اصواتهم ومن خلالهم لشعبنا العظيم. في لحظة احتاج نحسم قرارنا. سمعت وحسيت بكل آراء اللي بتقولي انسحب. مقدر ومحترم كل الدوافع الخيرة والنبيلة لديهم. وزي ما تعودنا قررنا بناخده مع بعض. نسمع بعض باحترام وبنتفق على اتجاهنا وكل واحد فينا بيخدمه على قدر طاقته. احنا بدأنا مشوار شريف لوجه الله والوطن هدفنا منه نصل بالثورة للسلطة. النهاردة رغم احترامي لكل اللي بيدعوا للانسحاب بعرض عليهم بمحبة وبأمل في ان احنا نتفاهم بعض ونتفق ان الانسحاب لا يليق بنا. دخلنا تحدي واحنا قده وهنكمله. لا يليق بنا ان نخزل كل صوت شريف وراه قصة بطولة حقيقية وقلب سليم ونية طيبة راعى عشان يعمل لنا توكيل رغم التضييق.
أو أدلى بصوته لنا رغم كل الانحياز اللي شفناه من الدولة والإعلام ورأس المال، أثبتنا جدارتنا بأن نقدم بديل، وإن البديل ده كله ملايين أعطونا خلال اليومين اللي فاتوا حسب تقديراتنا أصواتهم ما خذلوناش وما صحش نظرنا. الانسحاب بيصادر على حقنا في دخول معارك قادمة لابد أن ندخلها لإكمال هذا المجرى الديمقراطي، ولأن احنا ننتزع كل يوم حتة ديمقراطية زي ما قلنا في البرلمان وفي المحليات عشان نبني دولة ناجحة تلي بينا. واحنا عارفين ظروف بلدنا، وعارفين ان في طرف متربص في افكار تكفيريه وارهابيه، ولا نرتضي لانفسنا ان يكون قرارنا بيقدم ارضيه تخدم مزيد من الفوضى اللي هما بيسعوا اليها، لان الوطن ده نضعه في اعتبارنا في كل قرار ناخذه، لان معركتنا عشان وعشان ناسه قبل ما يكون عشان حزب او تيار او جماعه او مجموعه شركاء. لينا الفخر ان ايدينا مع بعض وهتبقى لحد ما نكمل هذا المشوار. رصدنا انتهاكات، منع مندوبين من الدخول، الاعتداء على بعضهم، تحرشات بيهم، القبض عليهم، تقديمهم للنيابات منها عسكريه، كل هؤلاء سطروا ببطولتهم طاقه التحدي احنا فخورين بيها وعارفين ان هي اللي بتفحر هذا المجرى وهتكمله باذن الله. رصدنا اتجاهات لتسويد جماعي، قدمنا كل ما عثرنا عليه الى في بلاغات للجهات الرسميه، وحتى الان لم تتم استجابه. عشان كده اللائق بينا هو ما قررناه ان احنا هنسحب كل مندوبينا من كافه اللجان في اليوم الاضافي المقحم المفروض اللي قلت بوضوح واعلنت حملتنا ان احنا ضد استمراره، وبيلقي بشكوك عميقه في ديمقراطيه هذه الانتخابات وفي نزاهتها. احنا مش هننسحب، وفي نفس الوقت مش هنقبل التزوير ولا فرض شيء على اراده المصريين ولا الاختراقات التي تمت ورصدناها وسنستمر في رصدها. وبنحمل اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه واجهزه الامن في هذا البلد مسؤوليه ما جرى في اليومين اللي فاتوا وما يمكن ان يجري، ونحذر منه بوضوح في اليوم الاضافي اللقيط اللي فرض علينا رغم إرادة كل الذين يريدون انتخابات ديمقراطية في هذا البلد. وعلى أساس ما رأيناه وما سنراه غدا هتتحدد مصداقية هذه الانتخابات وهنعلن موقفنا منها. طيب هذه الكلمة كانت فجر اليوم. بالفعل زي ما قلنا لكم حملة حمدين تقدمت بطعن بكل ما أسموه بهذه الانتهاكات للجنة العليا للانتخابات. اللجنة أعلنت منذ قليل رفض هذا الطعن بعد تبحثها فيه. هو تحدث عن أنه يوم لقيط، عن أن هو هيحدد بعد تقدمه للجنة بالطعن في كل هذه التجاوزات هيحدد موقفه، وموقفه من نهاية اليوم هتحدد مصداقية هذا اليوم أو مصداقية هذه العملية. دكتور كيف تنظر لهذه الكلمة؟ ماذا يعني بها؟ والله أنا أعتقد أن هذه الكلمة تدل على أن حمدين صباحي كما أثبت دائما هو إنسان وطني وإنسان عنده إحساس عميق بالمسؤولية، وكونه لم يستجب للدعوات التي طلبها البعض من حملته بأنه ينسحب هذا تصرف مسؤول بالتأكيد. هذا تصرف يدل عليه أنه أعلى من مصلحة الوطن وعلى سمعة النظام المصري، يعني تجاوز ألامه الشخصية أو إحساسه بالغبن هنا أو هناك. أنا أعتقد التصرف يحيى علي حمدين صباحي بلا شك، وأرجو أنه كلامه عن التجاوزات اللي تمت يجب أن ينظر فيه بجدية، ويجب أيضا أنه يؤخذ أيضا باحترام موقفه من مسألة رفض اليوم الثالث. أنا شخصيا أعتقد إضافة اليوم الثالث دي كانت مسألة ليس لها مبرر. أنا شخصيا لي تحفظات كثيرة على أداء اللجنة العليا للانتخابات، كنت أتصور أن تصرفه بطريقة فيها أكثر نضج أكثر من كده ووعي سياسي أكثر من هذا، إنما هذا يعني تصرفه وفق ما يتيح لهم القانون. أنا مرة أخرى أنا أحيي حمدين صباحي على موقفه لأنه كان خصم شريف وكان إنسان مسؤول أولا وأخيرا. أستاذ حافظ، حمدين تحدث عن اتجاهات لتسويد جماعي، تحدث عن تجاوزات، هل رصدتم ده؟ لا، في تسويد ما حصلش، لم نرصد على لا احنا ولا اي مجموعه بتراقب سواء محليه او اقليميه
ما حدش رصد تصويت ده تصويت جماعي، ده فيش غير فيلم اللي نشرته وطلع من فابريك وواضح جدا يعني بأبسط حاجة إنه الأصوات موجودة في دفاتر، وده بيتكلم على ورق منطور ومساحته حجمه غير المختلف. وبصراحة يعني فابريكا معروفة ويمكن معتادين عليها، فما فيش هذه المظاهر مش موجودة، ما فيش تزوير جماعي، ما فيش كذا. ومع ذلك يعني أهمية اللي عمله الأستاذ حمدين إيه؟ أولا هو احترم قانون المنظمة العملية الانتخابية. ليه؟ القانون أي شكوك من حق المرشحين يبقى عنده شكوك بيقدمها كبلاغات وقطعن للجنة، وعنده لازال الأول الطعن تنظر في اللجنة فترفضه، عنده أنه يلجأ إلى المحكمة داخل اللجنة، المحكمة اللجنة لديها محكمة، ثم بعد ذلك على اللجنة بتعرض في محكمة عليا داخل اللجنة أيضا، يعني درجتين للتقاضي. أنا أعتقد أنه ده أيضا اللجنة تحسمه، عشان كده المدة لغاية 5 يونيو أو 6 يونيو هتبقى المدة لفحص الطعون اللي هتقدم. طب دلوقتي النهاردة هم قدموا طعون ورفض الطعن، هل في درجة أخرى؟ في درجة أخرى بعد رفضه من اللجنة استنوا يتقدم بيه بصحيفة دعوة قضية مرفوعة، لأنه إحنا قلنا كده أن اللجنة عندها تشكيل قضائي داخلي تستطيع أن هي تنظر في هذه الطعون، ثم يذهب إلى دائرة أعلى بكل بقى القضاة اللي موجودين في اللجنة اللي هم رؤساء المحاكم الكبرى، وبالتالي هو ده بينظروا في الطعن، يبقى عندي درجتين يستطيع أن هم ينظروا الطعون، لو في صناديق مثلا هيتم استبعادها، لو في فيها شكوك، يعني عندهم صلاحيات تستطيع أنها تنقي العملية الانتخابية من أي مطاعن فيها لو صحت هذه الادعاءات. هل كل ما تحدث عنه من تجاوزات هو رصدها أو حملته رصدتها يمكن أن تشكك في مصداقية النتيجة النهائية؟ لا، احنا بنتكلم على هو عنده حاجة محددة خاصة بالعمل اللي هو التزوير لا تصل للتشكيك، لا تصل لكذا، لكن بقصد انها تخضع للتحقيق. احنا رصدين عدد من طرد مندوبين او طرد خاصة بالأستاذ حمدين او القبض على بعضهم، واحنا طالبنا بالإفراج عنهم تمام كلهم، لانه بالفعل عنده حد موجه للمحاكمة العسكرية، لان عندنا نفي من مصادر في نفي من احنا ايضا تأكدنا من ده النهاردة ظهرا ان مفيش حد محال الى محاكم عسكرية، لا يوجد حد من حملة حمدين محال حتى هذه اللحظة، يعني مش عارفين هل في ناس أنا مش موجودة ولا لا، لكن أعتقد أن كل الملاحظات دي اللجنة كمان هتنظر فيها وهتدي فيها رأي، ولو ما كانش يبقى فيه طعن آخر، وبالتالي لكن الانتهاكات الجسيمة اللي تشكك في نزاهة العملية الانتخابية ليست مش موجودة، وليست لا عندنا كتحالف مصر مراقبة الانتخابات ولا عند التحالفات الكبرى الموجودة. لكن اليوم في آخر بيان صادر بصراحة من الديمقراطية الدولية معترضين على المد، وقالوا أن ما فيش سبب لمد اليوم الإضافي. لأن السبب هو الاحتشاد، إن يكون في حشود كبير. لا ما فيش سبب، قال إن الانتخابات جرت في اليومين من دون مشاكل، ما فيش أي أسباب تخلي إنه اللجنة تعتقد إنه في عراقيل أمام الناخبين تحتاج إلى مد يوم إضافي. عندما يقول حمدين دكتور أسامة إنه يعني هو لن ينسحب لأنه يريد أو يلوح أنه يريد أن يكون له دور في الحياة السياسية القادمة، وأن الانسحاب ده بيهدد مشاركتهم ومشاركته هو وحملته والناس اللي منضمة إليه في الحياة السياسية القادمة، هنا حمدين بيطرح نفسه كمعارض قوي في المرحلة القادمة. أعتقد هذا حقه. طبعا، وهذا جزء أساسي من العملية الديمقراطية كما تحدث في العالم كله، وزي ما احنا بنبني نظام سياسي ديمقراطي يتسق مع المعايير التي تحدث في العالم كله، وعاده الشخص او المنافس اللي بيكون للمرشح بيكون بالفعل يمثل جزء اساسي في المعارضه كما يحدث في كل الديمقراطيات في العالم، وبالتالي من حق حمدين صباحي ان هو يكون جزء اساسي من المعارضه للنظام السياسي ومهيئ لهذا ويستطيع ان يقوم بهذا. لكن احنا هل نحن الان امام خصم يقبل النتيجة؟ يعني لما شفنا مرسي وشفيق، شفيق قبل النتيجة لكن مرسي قدمه للمحاكمة وعلى طول كان عندنا مشكلة، وشفيق مشي وساب البلد، يعني كان حقيقة موضوع سيء للغاية. هل نحن قدام حيكون شكل؟ أعتقد الحالة مختلفة تماما، وخصوصا أنه النسبة بين ما يحصل ما سوف يحصل عليه سيسي وصباحي بالنسبة يعني الفجوة هتكون كبيرة، وبالتالي ما اقدرش انا اشبه ابدا الفرق اللي كان حوالي 2% بين مرسي وشقيق، 800,000 الوضع الوضع لا ومطعون عليه كمان ومطعون عليه، انما الحالة واضحة هنا ما فيهاش يعني، وبالتالي الحالة مثالية ان يكون هناك معارضة تبنى على هذا بناء على هذه نتيجة هذه الانتخابات. اسمحوا لي نخرج فاصل، وفاضل تلت ساعة جماعة، اقل من تلت ساعة وتغلق الصناديق وتنتهي الانتخابات الرئاسية المصرية 2014.